قلنا في الدرس الماضي ماذا؟ زمین زن مرن لديش من الناس کے دھیان دے ہوئے مقاش کرنے لئے وہ جائے مرن منو جائے بس مرات وہ تو جائے مرن فا ایسا ہی وہ جائے مدائن جائے چلی کچھ مرن بلا ہوا جائے مرن جائے مرن لا يقول لنا قد يكون هناك رجل يقول انه موحد وما يدري ما هو التوحيد. نعم انه لابد اننا نتعلم التوحيد. زميت سمعتي اتوتيك زن الى ما خاطر زن توحيد زن الى تيكم تينسي كيما ربنا الله تغن الى حيتيك زن تيكم زي راح زي. اخذنا السؤال الاول لماذا ندرس التوحيد؟ زن فانتني نقول لي ان العام زن ويا نارسيك ني توحيد فنقانا من الله فنقول به. السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسه هذا المتن متن الاصول الثلاثه؟ زمي فانتني نقول زن تيكوي روتتيك يا مشان ميوا يو فوتر انا كتير من بوكيو زان ان زان عام دنيا نسفتي انا تيجي من بوكيو وزمان تيجي يتمران لاننا طلاب سجينا مرة بدون تيجي يتيامر والطالب لابد يرجع الى النهج والطريق الذي خط لنا العلماء يعني لا نطلب العلم على ما نحب لا قال من لم يعمل تزين مرة دي من قال دفع لنا امر من فحيزنا عركني لا لنا زين زورني زرو تم زرو تاجنا قال لنا انسان الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ زنين زنا يروى فوتشا نكتيل جيد صاروا فانتاتيكا وناتمي بوكيو زن الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك زنا يروى فوتشا نكتيل رونا مارا ديتسينا فا يروى فانتانينا زي حبيتا كامناو أم فتونا دين زنا أبديرنا أو ناتنفاسنا لكمان من ربك؟ قولوا أن مارا ما ربك إذا أنتم نور وما دينك؟ فاروا ما دينك إن نحن نور ومن نبيك عليه الصلاة والسلام؟ عن فاتير كوي إذا أنتم نور السؤال الرابع نيفان تنين فايفجا ممكن بعض الناس يقول طيب ما الفائدة؟ أنا أريد جائزة من هذا الدرس أريد ثمرة أريد تعطوني جائزة هدية حتى أحضر معكم كيف؟ بعض الطلاب يقول انا اريد جائزه او هديه حتى احضر معكم هذا الدرس، ما الفائده من الدرس؟ زمان زمان مر بيتني سيرك ريكم سيكا مر بيتني بيتك وي بون زي ما زمان روح مخاسكا زمان زمان فا زمان مر بيتني لكوي ينكا توم بقواز زاني ام زمان بيتك من زمان زمان فزمان زمان الفائده والثمره والجائزه أنك تجيب عن أسئلة القبر هذه أحسن فائدة وأحسن ثمرة. زانتم سو فاران لي بيزن هو سيكا لفتيكا زان ما فانتا جان رو فوتشا انا كري رو ديا زافتا وي حي سيكا زان ما مادن لو انزيد ام فتونا تيكا زان وانتانينا لو مانتانينا رو لفتيكا ونتفاسا. الخامس هذا المتن يحتوي على ماذا؟ زمين نبوزن زابط زيوي نيارك ان زن فانا زبانا ونتزن بوكي يحتوي على أقسام خمسة زين يشان بوزانا زارجا نكتيم زارا زارا نكتيم بوزانا مثلا المسائل الأربع هذا القسم الأول زين بيسكو زانا زارجا ميسي كارازانوي سيجي أنا كيف تكوزان بولا أنا تزان بوكي زانا علم وعمل ودعوة وصبر هذه أربع مسائل هذا القسم الأول زين يشان زيكوزان بس فالالانا بكوني شان سون براتيكي بنزان فالالانا إزاني أقول شنو نقول أنا أو أنزانة أنا الصلاة لنا أنا أم بيات الأسلام قال لنا إذا القسم الثاني أنواع التوحيد الثلاثة أري مي شنكوزان بدنا تنبو شنكوزان مي شزارانا تير مي ما تكنا نتوب الله سبحانه وتعالى القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد أري بدنا أنا تزاي شنكوزان ليك فاتني نزينا بيت التكتوي إن أنتمي ينار تشكن ما تكنا نتوب الله سبحانه وتعالى القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. أري أني سني أركنا باراتي أم زني أو ناتي بوكو أرك زابط زريكي أنا أمسيك زوزن ديوي ريو فانتاني نتكيل في حتي تكرو أن جيدن سيكا أم فتو نتسيكا أن أبتن فاسن القسم الخامس خاتمة الكتاب. أري مثلا بوزن مي منارة زيت يفا مرانا من ليا بوكزن نعم.